اليوم 14 أكتوبر، مرحبا بكم مشاهدينا. إذن يواصل هذا التصحيح تغطيته الاستثنائية اليوم للحديث حول الضغوطات اللي تمارس على قناة نسمة من قبل الحكومة بواسطة أجهزة الدولة بهدف غلقها وقطع رزق 450 عامل. من وقت اللي تعملت نسمة لايف وصوت الجهات والإذاعات الشريكة باش نتابعوا ردود فعل مختلف مكونات المجتمع المدني وعامة المواطنين من مختلف ولايات الجمهورية حول الضغوطات هذه باعتبارها تمثل صوتهم وتنقل لهم صورتهم ومشاكلهم. صحفيين كان جاوا اليوم مقر القناة لمساندة زملائهم يحضروا معنا اليوم في البلاتو. نرحب بمدام لميا المولدي مديرة موقع الأحداث، مرحبا بك مدام لميا، شكرا على الحضور. وسي عوض سلامة الصحفي، مرحبا بك سي عوض. معايا أيضا مدام ريم شاكر الصحفية، مرحبا بك مدام، ولطيفة لطيفي الصحفية، مرحبا بكم. وزملاء صحفيين موجودين خلفي وزملاء أيضا موجودين في مقر قناة نسمة جاوا اليوم لمساندة القناة. على خلفية المساء إذا لغلق القناة، عشرات الصحفيين كانوا تابعوا اليوم على قناة نسمة تعبيرا عن تضامنهم. قبل ما نبدأ الحوار تابعوا التقرير. مجلس الهيئة لم يصدر أي قرار بغلق القناة وتسليط خطايا مالية عليها. كان هذا رد الهيئة على بيان قناة نسمة اللي أصدرته تنديدا بمحاولة احتوائها وتركيعها باستعمال أجهزة الدولة وتهديدها بحشد تجهيزاتها في صورة عدم تسديد خطايا مالية فاقت قيمتها المليار من مليمات، منها 600,000 دينار لمعاقبة برنامج خليل تونس. قناة نسمة اللي أصبحت تجابه منذ أشهر عملية تهديد وترهيب ممنجمة واصلة ومتعددة الأساليب والأطراف من قبل بعض مصالح الحكومة ومؤسسات الدولة، اعتبرت القرار هذا محاولة لاحتوائها وإملاء خطها التحريري وتركيعها والضغط على صحفيها نتيجة عملها الإعلامي ليستند على نقل الواقع وإبراز الحقائق كاملة والحرص على إيصال صوت المواطن وفتح منابرها للرأي المتعدد وإعطائها الكلمة لكافة ممثلي الطيف السياسي والاجتماعي دون استثناء، إلى جانب ما تقوم به القناة من عمل اجتماعي تضامني ونشاط إنساني قصد إعانة المرضى والمحتاجين من خلال برنامج خليل تونس اللي يعملوا جاهدين على إلغاءه دون مبرر. إذن بيانات متتالية للهيكا كان آخرها التهديد بغلق القناة وخطايا مالية كبيرة توصل إلى حدود 600,000 دينار لبرنامج خليل تونس. في اللور خليني أخو رأيكم كيفاش كان وقع هذا الخبر لمثل هذه الممارسات؟ نبدأ مع كريم. أنا استغربت. علاش استغربت؟ خاطر ما فماش حتى معناها مقدمات. فما ممارسات نعرفوها من قبل قاعده تصير على قناه نسمه من وقت اللي بدات تجربه الرابط ما بين اذاعات الشركه والتو اليوم يحكيوا على التجربه هذيك، والتو بعض الاذاعات تقول احنا كان عندنا شعاع وعندنا صوتنا وصل من خلال التجربه هذيك، دونك اجهضت التجربه والكلنا نعرفوا الخلفيه متاحة. لكن في بالنا أنه الأمور ماشية بطبيعتها، لأنه عمري ما كنت نتصور أنه فما تضارب في المصالح السياسية أو ثم مشكلة اللي أصلها سياسي تنجم توصل باش نستعملوا جهاز من الأجهزة اللي جات بعد الثورة اللي هي الهيكة، اللي الهيئة هذه هي عمرها ما كانت هيئة قضائية، هي هيئة جات تعديلية لتعديل المشهد السمعي البصري. دونك ما فماش علاش باش اليوم يصدر قرار كيما هكا خطايا لبرنامج معين الرأي اللي ما كانش فما تعليل قانوني منطقي للبرنامج هذية. وهوني ربما جات الفرصة باش نقوله وقيت باش يتنظم المشهد السمعي البصري وتتنظم معناها الصحافي عنده حاجات متنظمه أمور قانونية المرسوم 115 و116 والمجلة الجزائية إلى آخر هذا الكل يلزم يتحط الكل في منظومة قانونية واحدة باش تنظم المشهد هذية. لأنه اليوم إذا كان الهيئة تستعمل في أي حاجة خارجة المشهد السمعي البصري لتسكير قناة بالنسبة لي أنا ما عندوش حتى خلفية قانونية حتى ولو هم البارح قالوا احنا معناها في البيان متاعهم قالوا ليرة واحنا ما معناها ما بدرناش لغلق القناة أو ما سعيناش لغلق. تونجيو نحكيو لأنه البيان كان واضح وصريح الأولاني صحيح اللي رد عليه قناة نسمة ببيان من بعد تصريحات سنوسي أو نائبة رئيس الهيئة اللي يقول قلنا باش تسكر واللي يقول ما قلناش، وحتى أنه قال ما ثماش خطأ
خطايا ماليه. هذه تظهرت في التصريحات بعد ما ردت وهذاك علاش منى شفت البارح الصحفيين الكل على اختلاف معناها توجهاتهم على اختلاف وين يخدموا ولا مؤسساتهم الكل كان التضامن والمسانده الكليه والفعليه لصحفيي قناه نسمة للعاملين في قناه نسمة الموظفين في قناه نسمة لانه قناه نسمة تشغل تعرف انت في اكثر من 400 عامل معناها مختلفهم انت فرضنا خذيت قرار وفرضنا عنده خلفيه والكل اش معناها هذوكم في الشارع فهمت شنو السؤال اللي ما فماش اجابه بالضبط انا من موقع كل قناه نسمه بتبيعه نشكر كل الزملاء اللي ضمنوا لانه خلينا نرجعوا للهيكه في بينك تعاملت الهيكه الهيئه التعديليه ومن اول باب واهداف تبعثت بها الهيكه ونمشي معاك مدام لطيفه بسؤال متاعي كان حمايه حريه التعبير والراي كيفاش تحمي الهدف الاساسي حمايه حريه التعبير والراي وانت تمارس ضغوطات وتحب تسكر قناه من القنوات ما وهذا هو الخلط اللي ما الخلط هذاك هو بالنسبه للحريه التعبير والراي هي من منجزات الثوره والحاجات اللي ربحها التونسي في ما بعد الثوره لكن تجي الهيكا لهنا وتحاول انها تسكر قناه كما قناه نسمه اللي صارت اللي معناها إشعاعها يعرف القاسي والداني وفاتت حتى الحدود وخاصة إنها ما هي شعار قناة تونس قناة نسمة هي صوت قناة الجهات. صوت الجهات وقناة كل التوانس أنا عندي شكون من عائلتي في الخارج يتبع في نسمة وما يشوف كان نسمة البر لكن كي يجي قرار كما هذايا بالغلق لهنا مش سؤال تطرح أسئلة تطرح وما تلقى لها حتى إجابة أعطيني قانونيا لماذا وكيف باهي خذيتوا القرار هذايا بصفة فردية المخلفات متاعه شوفوا المخلفات الاجتماعية قبل ما تشوف المخلفات المادية أو المخلفات الإعلامية معنى هذا منبر أنا نتصور من قبل ما تتولد الهيكة أصلا هو موجود صحيح وكان مفتوح لكل القوى السياسيه وكل المجتمع المدني والمواطنين معناه حتى كان باش يوظفوها سياسيا هو اخدم في موقع في فتره زمنيه ما قناه نسمه خدمه احزاب معينه اونتريغيمي مع التحفظ نوعا ما خدمتهم لكن من بعد كضربت المصالح اكهو علاش هذا الكسب الوحيد انا نتصور من بعد ثوره 2000 بالضبط هو من بعد 2011 نتحدى وكان ثم حزب سياسي ما حضرش او ثم جهه او راي مخالف ما حضروش او حتى مجتمع مدني ثم قضيه ما تمش تغطيتها فيما يخص المواطنين ما نعرفش اذا قلق وما قلقش على ذيك ربما ما نحبوا نرجعوا للخلفيات والنص نمشي معك خلينا نذكروا بالهيكا ومختلف الممارسات اللي قامت بها ازاء القناه في السنوات الاخيره في التقرير التالي بعد محاولات فاشلة عديدة مختلفة لاحتوائها واملاء خطها التحريري وتركيعها أصبحت قناة نسمة تجابه منذ أشهر عملية تهديد وترهيب ممنهجة متواصلة متعددة الأساليب والأوجه والأطراف من قبل بعض مصالح الحكومة ومؤسسات الدولة الحكومة اللي اعتمدت الهيكل القانونية العصا الغليظة لتحقيق مآربها تواصل سياستها الممنهجة ضد القناة لغلق ضغط الهيكل منحل بدا من جانفي 2017 مع انطلاق نسمة لايف وتجربة الشراكة مع إذاعات جهوية في إطار تعزيز الخط التحريري للقناة وهو صوت الشعب والقرب من مشاغل الجهات وانتهى ضغطها آنذاك بإنهاءها التجربة محاولة تلجيم صوت الجهات مباشرة من استوديو خليل القروي نسمة لايف صوت الجهات بارك الله فيكم على المبادرة هذه ويعطيكم الصحة ويرحم خليل وتحية تونس ممارسات الهيكل المنحلة ضد القناة تتواصل من خلال استهداف برنامج خليل تونس ونسعات إلى إيقافه بصفة غير قانونية مع فرض غرامة مالية بلغت 600,000 دينار كما كل مرة تنحاز فيها قناة نسمة إلى مشاغل المواطن ورأس دراءه حاولت الحكومة عبر أدات الهيكل الشرعية بمطالبة القناة بتغيير صبغة الشركة وما تمش التغيير لأسباب بيروقراطية الهيكل القانونية اللي تحاول تستغل كل مناسبة من أجل مزيد الضغط جات في الانتخابات البلدية وفرضت شروط تعجيزية على التغطية وهدت أنه في حال عدم الامتثال باش يتم فرض خطايا بمئات الملايين من الدينارات مما دفع قناة نسمة إلى عدم تغطيتها
وبعد ما استنفذت كل سبل الضغط والهرسلة اللي تستمد من الحكومة الحالية، تهدد اليوم الهيكلة قانونية بالتدخل لإيقاف بث القناة بالقوة العام، القناة اللي تشغل قرابة 450 عامل بين صحفيين وتقنيين وإداريين، وتتصدر نسب المشاهدة بما يبلغ معدل 5 ملايين مشاهد يوميا على المستوى الوطني. ولأنه قناة نسمة قناة التوانسة كل ما هيش باش ترضخ للضغوطات وباش تواصل مهامها رغم كل الاضطهادات. نمشي معك مدام لميا المولدي، مديرة موقع الأحداث. هذا التقرير رجع على كل الممارسات والضغوطات من قبل الهيكة من أول ما بدأت تجربة نسمة صوت الجهد. منى، نحن اليوم أمام قرارات أو إجراءات شبه مرتبكة، لأنه بالأمس معناتها قرار يعتبر لأبناء القناة قرار فاجعة. اليوم نسمع تصريح يعني في إحدى الإذاعات من أحد أعضاء الهيئة بشبه تراجع. معناتها الهيئة، خليني نوضح نقطة، أنها هيئة وقتية طبقا للفصل 47. نحن مع القوانين الدستورية نحن مع الهيئات الدستورية والقوانين، وهي غير مكتملة النصاب، غير مكتملة النصاب طبعا. لماذا لم يتم تجديد على الأقل نصف أعضاء الهيئة معناتها منذ سنتين على ما يبدو؟ كذلك لم يتم سد الشغور في الهيئة طبقا للمرسوم المنظم لها. اليوم هناك ضبابية معناتها في مثل هذه الإجراءات. نسمة اليوم أو القناة في حد ذاتها ليست سياسة فقط. نسمة اليوم هي صوت المواطن التونسي، هي هموم الشعب اليومية، هي كل ما يتعلق بالحياة اليومية للمجتمع التونسي. طبعا أنا حبيت نوجه هذوما الزوز أسئلة للهيكة للإجابة طبعا، ثم لا لتوضيح لماذا هذه الضبابية، لماذا هذا التراجع بين الأمس واليوم. فقط نحب النوى، إذا دفع نسمع على حقها في الوجود، ندفع على كل القنوات في حقهم في الوجود. أكيد. أيضا مش ثم اختلاف قانوني الإجازة، نحكي على بعض القنوات اللي قاعدين يبثوا الآن بدون إجازة، نحن نقولوا عندهم الحق في البث. هات نحكي، لأنه ضمن الأولانية هي حق حرية التعبير، والعالم الآن معولم ومفتوح، القنوات الكل الصحفيين يجيوا يمارسوا ويغطيوا، وقنوات تونسية ما عندهاش الحق تسمع صوت المواطن حتى للدور التعديلي، لأنه راه في روحنا نجموا عنا الحق في الدور التعديلي باش نكونوا صوت المواطن التونسي، ونحن نحكيوا على القضايا نتاعنا، مش يجيوا يحكيوا علينا من برا. وإذا ثم أي خطأ هون يجيوا السياسيين وكل الأطراف ويقولوا هذا صحيح وهذا غلط. ثم وحدة وطنية لازم نحافظوا عليها. السؤال يطرح نفسه بشدة، لماذا هذه الانتقائية معناتها في تطبيق بعض الفصول بتاريخ معناتها سابق اللي هو تاريخ 2 جويلية الفارت؟ أصدرت نفس الهيئة قرار يتعلق إيقاف إجراءات تسوية وضعية القناة. اليوم قرار ربما في شبه تهديد معناتها بالغلق. لماذا نسمة دون سواها من بقية القنوات، في حين أنه من المؤكد أنه نسمة لديها معناتها رخصة من 2009. هناك قنوات أخرى ربما حتى ما نذكرش الأسماء، ولكنها بين للعيان موجودة في المشهد الإعلامي بشكل يومي. لماذا هذا ضغط المسلط على نسمة؟ بالضبط. أكثر من سؤال يطرح. نمشي معك سعود. والله أنا شايف أن الصورة أكبر من المنظور الضيق بأنها مجرد وسيلة إعلام و450 صحفي وتقني هيقعدوا في البيت. أول حاجة، إحنا في بلد ما بعد الثورة مستحقين وسائل إعلام، مش نيجي نعمل ونجهز على وسائل إعلام وخاصة وسائل إعلام الناجحة. أنا لاحظت أن الهيكة ما تتصدر كان للقنوات ذات الشعبية وذات القاعدة العريضة. وشايف كمان أنه هو كموضوع التضارب في القرارات هو عبارة عن بالون اختبار. فيها معناه أنه دلوقتي لما أمس أكبر مؤسسة فيها أكبر كمية وتقنيين من والإعلاميين، يبقى دلوقتي بخوف كل مؤسسة أنها تتكلم. احنا داخلين على مرحلة سياسية مهمة جدا. صحيح. ويبدو ان في مخطط لإعادة تغيير واقع الإعلام في تونس.
الواقع الإعلام في تونس نحن ما بعد الثورة أحوج بأن احنا نكون عندنا وسائل إعلام، وإذا كنا نتكلم على الديمقراطية والحرية التعبير حتى نحكيه على المثال المصري، أبسط مثال وهو معاشة الثورة المصرية، وعديد القنوات فتحت وما زالت تشتغل بالرغم من تضارب مصالح سياسية أو غيره، لكن موجود. على كل، نحن نتحدث عن حماية حرية التعبير في هذه البلدان العربية، على الأقل في الثورة التونسية هذا المكسب الوحيد اللي ربحناه. في الهيكة أنت أكيد مطلع على الموضوع، ثم هيئة ترصد، وهذه بعد نسأل زملاء الصحفيين، لازم تعطينا التقارير على أي أساس تريد غلق برنامج أو غرامات مالية على برنامج معين؟ ما لدينا الحق لكي نسأل، لكي يكون هناك أجوبة لكل هذه التساؤلات. القرارات أحادية الجانب، هو ما يقدرش هنا ياخذك من اتجاه حرية التعبير عشان خاطر هتتكلم على ازاي، يعني هو جاي لك من اتجاه مالي واتجاه مادي واتجاه من اتجاه تاني خاص، لكن هو اصلا يستهدف حرية التعبير. هو يقال الديمقراطية، ما احنا بالنسبة للشعب المصري سواء قبل الثورة ولا بعد الثورة احنا كان عندنا حرية التعبير، سواء ايام مبارك ولا في ايام السيسي. هو ممارسة الديمقراطية، يقال الديمقراطية لها انياب، لكن متى تظهر انياب الديمقراطية؟ بعد سنوات تراكمية، لأن الديمقراطية هي عبارة عن ثقافة. لا يمكن أن نجد النهاردة شعب يعيش في الدكتاتورية أصبح الصبح يقول أنت ديمقراطي. بالضبط، هي فترة انتقال ديمقراطي حتى للهيكة وكل المؤسسات كلها نتعلم الضربة على ممارسة الديمقراطية. اللي عايز أقوله بشكل بسيط جدا أن هم حاليا يستهدفوا أكبر مؤسسة إعلامية ومسموعة وعندها قاعدة شعبية بغرض تهديد وسائل الإعلام الأخرى. وأنا كل اللي شايفه على وسائل الإعلام في تونس من ساعة الثورة لغاية دلوقتي، كل بيشايف كله عقوبات، برغم ان في مؤسسات عملت نهار، في مؤسسات قوميه في البلد قاعده نهار، مؤسسات اعلاميه، المشهد الاعلامي القومي في تونس اصبح ينتهي. تعال شوف القناه الوطنيه الاولى، القناه الوطنيه الثانيه، تعال شوف لا بريس، شوف المعاناه اللي قاعده عليها الوسائل الاعلاميه. صحيح، اللي داخليه في لا بريس. اكيد نحن نساعد كل الزملاء، اكيد. قبل ما نحكيوا على مع زملائنا، لأوريني زربوجيل المحامي كان حاضر معنا، يقول بانه قناه نسمه تعاقب لانها غردت خارج سرب الاعلام الذي تريدها الحكومه. نسمع شنو قال. هذه قضية سياسية، هذه قضية يعني تضرب فيها الحريات ويعاقب فيها من له رأي مخالف لهذه الحكومة بكل وضوح. هم يريدون إعلام على القياس، يريدون إعلام مترهل عاجز عن التأثير، فاقد للإرادة، فاقد للتصميم، عندها الطاقة والإمكانيات اللي تسمح فقط بإنجاز برامج تافهة وسخيفة تصفق عليها التفة يعني والرو فيها. يحبوا برامج يعني تعدل الأسفار وتصوره يعني وتصورها للشعب على أنها إنجازات. يريدون إعلام لا يتحدث عن الفشل، يريدون إعلام مش ينظم منابر للتطوع والتبرع للزواولة اللي ضاقت الحيف من البراد واللي تعيش في الجبولات، باش يعطوهم الكرارس وباش يعطوهم الزواور وباش يعطوهم باش يتغطوا باش يتدفوا كما صاير مع يعني برنامج خليل تونس. لا هم على العكس، هم يدعموا البرامج اللي فيها القمار واللي فيها التفسخ واللي في هذيك يصبح عندها دعم كبير ياسر. في هذا الإطار قناة نسمة هي تعاقب لأنها فضاء فتح المنابر متاعها للجميع. لن أخوضها في المسألة القانونية، يعني هيئة فاقدة للشرعية أصلا، معناها تاخذ قرارات بالحجم هذه يعني وبالكارثية هذه. قراراتها هي قرارات سياسية بحت. الأمر بات واضحا، يعني 2019 يعني على الأبواب. قبل قناة نسمة شفنا قناة نسمة تعاني منذ يعني زمن، شفنا فبركة الملفات، شفنا مدونين إلى حد الآن رم يقبعون في السجون، وجريدة الصحافة أيضا قانونية. قناة تونسنا يعني شفنا يعني الخط الإعلام تقريبا رسم. ثم زوز قنوات أو إذاعة أو ثلاثة جرائد زاد اليوم، أي ربما زاد اليوم. هذم اللي يعني حسب نظر الحكومة يغردون خارج إسفير متاع الحكومة هذه. بعض الزملاء الصحفيين حاضرين معنا من البلاتو، نعطيهم الميكرو نسألهم اليوم في هذه المساندة لقناة نسمة. نبدأ بك نتيجة.
اليوم احنا جينا مساندة لقناة نسمة. قبل ما نقول لقناة نسمة نقولوا لصحفي والتقنيين والعاملين الكل بقناة نسمة اللي العدد متاعهم يفوق 450. نحب نقول قناة نسمة العاملين في قناة نسمة ديما نرقاوهم على الميدان في الحرائق في الثلج. دونك هكايا نكفيو كفاءات في قناة نسمة يظهر لي لا. أنا نقول سيبوا قناة نسمة خلي العباد تخدم على رواحها. إذا كان فما حسابات شخصية صفيوها بعد ما مش في القناة ومش مع قطع أرزاق الصحفيين. شكرا لك. متعدي سامية زواغي صحفية. بربي أنا يعني قرار الهيكة في الغلق كان عليها أن تتريث ومش غريب علينا. سمعنا الهيكة أصدرت قرار في غلق القناة خاطر ولات عادة دورية هذه. أما اللي خلينا نستغرب ونستنكر هو النقابة. أين النقابة يعني من البارح والبيانات هابتة والتعليقات؟ كنا نجم نلقاه هي سند للصحفيين وسند زادة كانت تنجم تتصدى للهيكة في هذا القرار. حاجة أخرى نحن بنحكي يعني بالمكشوف علاش علاش بالضبط اتخاذ القرارات هذوما. برنامج خالي لتونس هو برنامج اجتماعي. علاش صاحب القناة يظهر نبيل القروي كيف وكيف أي أصحاب القنوات اللي يظهروا واللي قاعدين يعملوا كيف وبرنامج وعاونوا العباد مثلش وريونا وجوكم وعبروا. هو برنامج يعني يستهدف الطبقات المهمشة بالأساس. يعني ما يزيش يعني لا يرحموا لا يخليه رحمة ربي تهبط. هذوما من الأشياء اللي بالحق اللي توقف اللي المواطن يقول لك يا خويا عديني وتعدى انت واعطيني المهمة تعدى. يعني هذوما حاجات يندى لها الجبين ونحن عبارة وكأن قاعدين نشجعوا في البطالة نصدروا في البطالة. يعني بلاد تحب تقبع وشيرة أخرى زادة العاملين هون شنو يعملوا يعني نزيدوا نفركسوا لهم يعني ما يعني موارد شغل. واضح. شكرا لك. نتعدي مقدر شويش المصار صحفي. مرحبا. أنا باش نقول حاجة برك باش ما بقاش نعاود في الكلام اللي قالوه جماعة اللي هو القرار عشوائي أساسا وما وفي نفس الوقت هو ضرب للإعلام الكل ككل مش القناة نسمة فقط. شكرا لك مقداد. شكون فقط الكلمة تفضل. يوسف العوني صحفية. مرحبا يوسف. عايشك. احنا اليوم جينا باش نساندوا قناة نسمة ضد قرار الهيكاء الجائر ونساندوا كل عاملين فيها مش كان زملائنا صحفيين واصدقائنا. وزاد احنا توا نطلقوا صيحة فزاع على حرية في تونس حرية الاعلام ككل مش على خاطر معناتها نسمة ولا غير. يعني حرية الاعلام هي من مكاسب ثورة ولات مستهدفة. انا جست نتسائل عليه هذا يطبق ضد نسمة لهي القناة الإخبارية الأولى في تونس ومصدر معلومة وما تطبقش زادة لايكا القرارات هذية على القنوات الإخبارية العربية والعالمية كيما فرانس 24 كيما الجزيرة كيما العرب. معناتها عليه هذية القنوات الإعلامية التونسية هي اللي مستهدفة والحريات في تونس وحرية الإعلام خاصة هي اللي مستهدفة ويلزمنا نقفوا لها. شكرا لي. كاتيكم الصحة. باش نختم معكم ضيوفي على كل كي نحكيو على العاملين في قناة نسمة نحكيو على كل العاملين اللي مضطهدين إلى اليوم. مؤسسات صحفية بأكملها قاعدة تمارس عليها ضغوطات قاعدة تتسكر ثم بطالة كبيرة وكل مؤسسة إعلامية نخسرها نخسر معركتنا هذه في الانتقال الديمقراطي. كلمة الختام نمشي نبدأ معك ريم شكر. تفضل. قناة نسمة بحكم اللي ديما نجي لقناة نسمة فما لحمة كبيرة مع صحفيها وعاملينها والكل اللي موجودين فيها. دونك باللحمة هذه أكيد باش نتجاوزوا العقبة هذه. قرار جائر لكن أكيد باش يتم تجاوزه. فقط بين ظفرين برنامج خليل تونس هو يمكن مقلق أصحاب القرار لكن احنا كصحفيين ما نقولش مقلقنا أما عاملنا ضغط بالله ماك تعرفهم بالله وصل لي صوتي وبالحق ولينا يطلبوا فينا لإيصال صوت لإيصال حالات لي معناها خليل تونس. مش معناها معناها البرنامج مس البرنامج وصل البرنامج عاون العبيد لقات أون كونتر بارتي حاجة وحتى ريم شكري تكون ديما حاضرة معنا في بلا
بلاتوات الثقافة. ما ديما نقولوا ما عندناش بلاتوات ثقافة، المثقفين مهمشين وغيره مع قناة نسمة ولا يكلموا يقول بالله نحب نتعدى. صدقني توا كنقول لك عندي ليست نتاع عباد زملاء ولا احباب ولا اصحاب وفي الميدان الثقافي يقول لك ماك تعرفهم او ماك غادي كلمهم. دونك فضاء اعلامي عنده معناها الصدى نتاعو بالنسبه في الواقع. العباد تتبع في قناه نسمه والتي تتبع في المسلسلات وغيرها تتسائل حتى هي على المسلسلات. وهذا هذا واجبنا وان شاء الله نتجاوزوا العقبه هذه باذن الله. شكرا لك. هذا واجبنا وبابنا مفتوح للجميع وهذا الواجب نتاعنا اللي باش نواصلوا فيه كل مره. كل ما نجموا نقربوا للمواطن نجموا نعملوا اضافه ونضيفوا للشان العام او الشان الثقافي نحاولوا نكونوا موجودين كل العاملين في قناه نسمه. نمشي معك لطيفه. كل المساندة لقناة نسمة والعاملين في قناة نسمة. قناة متنوعة من جميع ما على ثقافية اجتماعية رياضية من نجمو كان يساندوها. أنا لهنا نتسائل، البارح تمت المصادقة على قانون التمييز وتجريم التمييز. من ناحية نصادقوا ونصدروا في قوانين أخرى ومن ناحية أخرى نحاولوا إن نسكتوا صوت وصل للناس الكل ووصل مواجع وأفراح الناس الكل. كل المساندة وكل الدعم. شكرا لك لطيفة. نمشي معك مدام مساندة مساندة مطلقة لكل شخص ينتمي إلى هذه القناة. للتذكير فقط الهيكا في يوم ما كانت أحد المطالب الرئيسية لسيد نبيل القروي. بالنسبة للقرارات هذه اللي قلنا أنها قرارات مرتبكة يحب ذلك أن يراعى فيها الجانب الاجتماعي لكافة أبناء القناة. قناة نسمة ليست معدات المهددة بالمصادرة فقط، قناة نسمة هي عائلات، هي ناس معناتها تبحث عن القوت اليومي في فضاء هذه القناة. دونك يحب ذا معناتها الرعي والجانب هذا على خطر اللي قاعدين نشوفوا فيه توا خاصة اليوم. فما حسينا نوع من الحالة النفسية اللي فيها برشا ضغط، معناتها ناس ربما تنتظر في قرار غلق اللي ترتب عليه طرد، إيقاف جرايات، حالة بطالة اللي مش كان القناة بركة تنجم تمس ولكن باش تمس برشا أطراف أخرى في المشهد. إذا تونس تتسع للجميع وقناة نسمة مازلنا مواصلين معكم كل التضامن. شكرا لك. نختم معك سي عوض. من شوية تعديتي فيتير يتكلم على مشاكل عاشتها القناة مع الهيكة، من ضمنه عرفت انتو ليه يعني مشكلتك انك تكون كبير، وانا كبير لازم كل الناس تحاول تضربك. من انتهز الفرصة وادعو الاعلاميين في تونس الوقوف لهذا القطاع، لان بعد الدستور الجديد تم توزيع السلطات وانا الاوان لقطع الإعلام يأخذ سلطته الرابعة. سلطته الرابعة. شكرا لك سي عوض. وإحنا أكيد باش نواصلوا النضال، مازلنا مواصلين. شكرا لكل الزملاء، في الحقيقة تقريبا كل الزملاء سندونا والكل يقول بأنه هذا الملف سياسي، ولكن كلمة الحق وحرية التعبير هي الهدف الأساسي، وكل الإعلاميين ناضلوا لأجل حرية الإعلام باش يوصلوا، لأنهم توانسة ومواطنين بالأساس يوصلوا صوت معناتها آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وجيرانهم في الجهات والتليفونات اللي جينا واللي جيك أنت واللي جيك لطيفة وأهاليك وغيره. نحاولوا نلقاو حل ونبنيو تونس هذه الكل، لكن ما تبنيوها راهو كان بالاعلام لا لتركيعوا. نحاولوا نقعدوا الكل على طاوله الحوار، اذا تفتح ملفات سياسيه واجتماعيه واقتصاديه وثم مشاكل هذيك مشاكل نحكيوا عليها باش نلقاو الحل، لكن مش كي نحكيوا عليها نحاولوا نسكتوها وما نحكيو كان على الايجابي. بعد شويه باش نستقبل ضيوفي في البلاتو، لكن الان نرجعوا لتونس الكبرى وشنو قالوا المواطنين بعد هذا القرار.